استفدت كثير جدا من دبي. الاحتكاك مع الخبرات العالمية، مع الأطباء من الخارج، استفدت من النجاح بتاع دبي، وكانت بالنسبة لي مشجعة. ووجدت في 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 حكومة دبي وفي إمارة في الإمارات عامة قيادة رشيدة. ونشكر الشيوخ الإمارات وشيوخ دبي لأنهم أوجدوا بيئة سهلة خصبة جدا إنك تمارس عملك بدون أي معوقات، وتكون المنافسة منافسة شريفة وتكون سهلة. والحمد لله قدرنا نوصل لمرحلة متقدمة، يعني أقدر أقول انتقلت من المحلية إلى العالمية. إذا أنت حتى مهما كانت خبراتك، إذا ما في بنية تحتية مهيئة، ما في جو مناسب، لن تستطيع أن تحقق نجاح. فدبي كانت بالنسبة لنا بلد مريحة جدا للعمل، لإثبات القدرات، للتحدي، لتوفير، للسعي وراء جودة عالية للخدمة. بوجود هذه العوامل أنا وجدت نفسي متفرغ لنجاح العمل. إذا قارنا دبي بدول كبيرة جدا بتؤدي السياحة العلاجية، نلقى دبي إنه عندها البنية التحتية أسهل، اللغة سهلة جدا، العربية أو الإنجليزية. يعني في ناس بيسافروا دول كثيرة جدا بيصعب عليهم اللغة. حياكم الله مشاهدينا الكرام أو في برنامج لآلي الاتحاد، الاستضافات المتميزة للشخصيات والكفاءات الطبية اللامعة داخل الدولة لا زالت مستمرة. اليوم ومن إمارة دبي ومن المدينة الطبية بدبي، ضيفي هو الدكتور أحمد عبد الوهاب جلال الدين، المدير التنفيذي لمركز عيادة الأطباء التشخيصي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا دكتورة، سعداء جدا بتواجد حضرتك معنا اليوم في البرنامج. شكرا لك كثير، شكرا لزيارتكم إن شاء الله. في البداية حابين أكثر نتعرف عن شخصك الكريم، نتعرف عن المراحل الأكاديمية والعلمية بمسيرتك. أنا دكتور أحمد عبد الوهاب من السودان. بدأت الدراسة المدرسية في مدارس كومبوني اللي هي مدارس خاصة في السودان، أكملت التعليم فيها وانتقلت إلى جامعة الخرطوم، واحدة من أكبر الجامعات في أفريقيا، كلية الطب، سنة 1985. وأكملت دراسة الطب في السودان وعملت لمدة عامين في السودان ممارس للطب، وانتقلت إلى مدينة إدنبرا اسكتلندا في إنجلترا للتخصص في مجال الجراحة. أنا طبيب أخصائي جراحة عامة، وبدأت مرحلة العمل المهني كطبيب، وبدأت أيضا ممارسة الإدارة والعمل في مجال الخدمة الطبية، وكان بتشجيع من الوالد. الوالد رجل أعمال في السودان معروف، وهو ساعدني كثير في الدراسة، وتعلمت منه أشياء كثيرة بالنسبة للعمل التجاري والعمل في عمل البزنس والخاص. فبمساعدته الحمد لله دخلت في مجال المستشفيات والخدمة الطبية وشركات الأدوية وصناعة الدواء. والحمد لله في السودان أنشأنا بمساعدة الوالد 3 مستشفيات. بدأ العمل التجاري الطبي سنة 1988. عندي خبرة بتاعت 35 سنة في إدارة الطب، كنت أمارس المهنة وفي نفس الوقت أدير
المستشفيات. بدأت كمستشفى صغير، مستوصف صغير، وبعد 4-5 سنوات توسعنا وحولت أغلب رأس ماله أو تجارته إلى مهنة الطب، خدمات طبية في المستشفيات، شركات توزيع أدوية ومصانع أدوية. الحمد لله الآن نمتلك 3 مستشفيات في السودان، ونمتلك مصنعين أدوية وشركتين توزيع الدواء واستيراد والمستهلكات الطبية والأدوية. استفدت بالخبرة بتاعت الإدارة كثير جدا، وتعلمت أشياء كثيرة وفي مجال الأجهزة الطبية وصيانة الأجهزة الطبية وأنواع، وعندنا علاقات كبيرة جدا بشركات في ألمانيا وفي كذا. حضرت إلى دبي سنة 2014، وجدت البيئة الخصبة والبيئة السهلة لممارسة التجارة والعمل الطبي، ووجدت البنية التحتية كاملة وسهلة، وكانت مشجعة لأنه أبدأ استثمار هنا. حولت جزء كبير برضو من رأس المال وبدأت في مجال التشخيص، لأنه كنت أمتلك خبرة فيه كويس، الأجهزة الطبية خاصة مدار الأشعة وتشخيص الأمراض، وتعاملت مع أكبر شركات أمريكية في استجلاب الأجهزة بحكم علاقاتي معهم، فكانت بالنسبة لي سهلة جدا أنه أستجلب أجهزة من أمريكا وتوصيلها هنا. في 2015 بدأ مركز الأطباء التشخيصي، وجودي في دبي فتح لي آفاق كبيرة في أفريقيا، والحمد لله الآن فزنا بإعطاء لإدارة أكبر مستشفى لعلاج السرطان في نيجيريا بعد الخبرة بتاعة دبي، ففتحت لنا آفاق كبيرة في أفريقيا، وقدرنا نتواصل مع حكومة نيجيريا، والآن خلال شهور سندير أكبر مستشفى بتاعة علاج سرطان في نيجيريا. كل ده كانت نتيجة علاقات واكتساب خبرة في دبي، وفعلا البيئة في دبي مشجعة جدا أنك أنت تنجح، ووجدنا كل المساعدة من حكومة الإمارات، حكومة دبي، وهيئة الصحة في دبي. دكتور، لا تكتب قصص النجاح بالسهولة التي يعتقدها البعض، دائما يوجد بعض التحديات والتي تكون جسرا لهذا النجاح. ما هي أبرز التحديات التي مرت على الدكتور أحمد؟ أبرز التحديات أنه كان كيف توفق بين العمل الطبي وممارسة المهنة والإدارة، فكانت تتطلب مني أنه أعمل ساعات كثيرة، كنت أعمل في اليوم أكثر من 16-18 ساعة في اليوم، كنت بمارس مهنة الجراحة لمدة 30 سنة يوميا، أجري عمليات جراحية في المستشفيات الحكومية وفي المستشفيات الخاصة، زائدا الإدارة. حاولت أوفق بين الاثنين بأنه أستجلب طاقم إداري مساعد لي في المستشفى الخاص حتى أكون متفرغ فترة صباحية، وبعد انتهائي من الدوام كنت أرجع إلى المستشفى الخاص وأمارس العمل حتى ساعات متأخرة من الليل. طبعا ساعدني مساعدين كثيرين وأشخاص كانوا ولاءهم عالي بالنسبة لي، وعلاقتي بهم كانت كويسة، فاستطعت من خلال المهنة ومن خلال تواجد هذه الكوادر المساعدة أنه أوفق بين الاثنين. ثانيا كنت يعني ظروف العمل وظروف الوالد أعطتني أنه ما يكون المهنة مجرد مادة، مجرد أنه تكون عمل ربحي، فوجود الوالد في العمل التجاري، وجود أنا في العمل التجاري، وما كنت يعني نسعى للتكسب من هذا العمل الطبي بقدر ما كنا نحاول نوفر الأجهزة المناسبة في زمن كانت لسه البنية التحتية بتاعت المجال الطبي ضعيفة في السودان، فاستطعنا نستجلب أجهزة مطورة جداً بحكم علاقتنا بشركتنا نحن ومع الشركات العالمية. كانت من أول المستشفيات التي استجلبت الأشعة بسموها المغناطيسية، الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب، وهذا كان في بداية أو نهاية الثمانينيات مع التطور. فالتحديات كانت إنه في وضع اقتصادي شوية صعب، كنا
بنستجلب أجهزة غالية جدا للسودان، والحمد لله تميزنا. مستشفتنا كانت فترة من الفترات هي من أكبر المستشفيات الخاصة لعلاج، وكنا بنحاول إنه نوفر أسعار معقولة للمرضى، نقلل من سفرهم خارج السودان. وكل الاحتكاك وكل الأفكار وكل الأشياء دي أدتني خبرة إنه أقدر أستجلب أجهزة بأسعار معقولة بتسهيلات كويسة في الدفع، مما يؤهل إنه أقدر أوفي بالتزام إنه دفع القيمة للأجهزة. فالتحدي كان إنه تشتغل في بيئة صعبة في وقت صعب، تمارس مهنتين أو مهنتين صعبين جدا، جراحة وعمل تجاري صعبة. لكن بحكم الأسرة، بحكم الوالد كرجل أعمال وتاجر، فشربت منه أو أخذت منه الخبرة وقدرت أوفق بين الاثنين. وكان فعلا تحدي مميز، والحمد لله أنا اشتغلت في مستشفيات حكومية برضو لمدة أكثر من 22-23 سنة كممارس لمهنة الجراحة، وكنت بمارس العمل في الخاص وفي العام في نفس الوقت. وكان عمل الخاص بيكون بعد الدوام يعني بالمساء، وكانت فترة جميلة جدا. أنا اشتغلت في مستشفيات وزارة الصحة، اشتغلت في مستشفيات الشرطة، وتدرجت إلى رتبة لواء في مستشفى الشرطة بالسودان، وكنت رئيس قسم الجراحة، وأسست قسم الجراحة من سنة 2000 من سنة 1996 حتى 2015. فكنت بعمل في مستشفى الشرطة وأعمل في المستشفى الخاص. إذن خبرات مهنية متعددة للدكتور أحمد عبد الوهاب هي أهلت اليوم أن تكون بين الأسماء اللامعة داخل دولة الإمارات. عندما نتحدث عن 7 سنوات تقريبا بإمارة دبي، نتحدث عن فترة شهدت فيها الإمارات قفزة نوعية في مجال القطاع الطبي، الخدمة الطبية، التطور أيضا التكنولوجي. اليوم يشار لدبي على أساس الإشعاع الذي أصبح لها في مجال السياحة العلاجية. أصبح الأشخاص من كل دول العالم طبعا يقصدون إمارة دبي لمستشفياتها، لكفاءاتها الطبية. كيف تلمس دكتور هذه المسألة من ناحية السياحة العلاجية، خاصة من خلال مركز عيادة الأطباء التشخيصي؟ في الحقيقة نحن بنستقبل مرضى من عدة جنسيات، وكما ذكرت أنه استقبلنا مرضى كثير من أفريقيا، والحمد لله هذه الفترة أنا حضرت إلى الأمارات 2014-2015، وكنت شاهدت التطور من 2015 حتى 2022. حصلت طفرة كبيرة جدا في مستوى المستشفيات، مستشفى المراكز، الأجهزة، المنافسة بين المراكز واستجلاب الأجهزة المتطورة، وحتى في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة كانت في منافسة واضحة جدا، وده أدى إلى ارتفاع مستوى الخدمة، والكواليتي أو الجودة كانت عالية جدا، ودي من الأشياء التي تتميز بها دبي. أما نحن كمركز تشخيصي باستقبالنا لهؤلاء المرضى، استطعنا أنه نحتك أيضا بالزوار الأجانب، وكانت بالنسبة لهم دبي محطة سهلة من ناحية إجراءات، من ناحية تأشيرات، من ناحية فندقة، من ناحية البنية التحتية، كلها في دبي كانت سهلة جدا لهم. إذا قارنا دبي بدول كبيرة جدا بتؤدي السياحة العلاجية، نلقى دبي أنه عندها البنية التحتية أسهل، اللغة سهلة جدا، العربية أو الإنجليزية. يعني في ناس بيسافروا دول كثيرة جدا بيصعب عليهم اللغة في العلاج. الجو بتاع دبي جو يعني مريح، المنطقة الجغرافية لدبي وسط هذه المنطقة، أفريقيا، آسيا، سهلة الحركة، طيران الإمارات، تأشيرات السهلة، الإجراءات الحكومية السهلة، الفندقة المتوفرة في الفنادق بكل المستويات، كل الليفلز. فدي كانت مريحة جدا للمرضى. أنا أعرف مرضى كثير جدا جو من أفريقيا ومن السودان ومن دول كثيرة جدا، وتلقوا العلاجنا ورجعوا مبسوطين جدا، وكان فيها نوع من الترفيه والسياحة زائدا العلاج. والحمد لله دبي استقطبت كوادر ما شاء الله قوية جدا من أمريكا ومن إنجلترا، كوادر من دول أنا بفتكر رجعوا لدبي ولقوا البيئة سهلة والحياة سهلة وجميلة واستقروا هنا، وكل ده بفضل أفكار والإبداع من شيوخ الأمارات ومن حكومة دبي. يعني أفتكر كان في إبداع وأفكار كانت وتطبق سريعا في تسهيل الإجراء للمواطن المقيم أو للمسافر أو للمتلقي العلاج.
دكتور أحمد، ناهيك اليوم عن تواجد التكنولوجيا، التكنولوجيا أصبحت تتدخل في جميع جوانب الحياة اليومية، وأيضا في المجال الطبي تم تطويع التكنولوجيا، وخاصة مع ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم تكنولوجي، نجد تطويعا للذكاء الاصطناعي في العمليات الجراحية، نجد تشخيصيا أصبحت أيضا يتم استخدام التكنولوجيا. برأيك دكتور، إلى أي مدى تساهم هذه التكنولوجيا في تحسين الخدمة الطبية؟ إلى أي مدى هذا التداخل قد يجرنا يوما ما لفقط الاختصار أو اقتصارا على دور التكنولوجي وبمنأى عن العامل البشري الطبي؟ المجال الطبي حصلت فيه في العقد الأخير أو العشر سنوات الأخيرة تطور كبير جدا، من ناحية استخدام الفيزياء أو استخدام الهندسة أو استخدام التطور الذكاء الاصطناعي واستخدام الكمبيوتر والبرمجة، حصل تطور جدا في ممارسة المهنة. اليوم الألياف الضوئية والروبوت والكمبيوتر والعلاج عن البعد التيلي ميديسين، كلها دخلت بطريقة قوية جدا وساهمت في تقليل التكلفة وساهمت في تقليل وتقصير الخدمة. الناس الآن بيتكلموا عن المينيمال انفيزيف سيرجري أو العمليات الجراحية الكبيرة بتدخل بسيط، منظار أو فتحة صغيرة ممكن تجرى عملية كبيرة جدا كانت بتحتاج لفتحة بتاعت 20 سنتي، الآن بتجرى بنص سنتي أو نص سنتي. دي كلها لاستخدام الآلة واستخدام الألياف الضوئية واستخدام المناظير الجراحية لإجراء هذه العمليات، ومعنى هذا قللت الزمن داخل المستشفى. يعني المريض ممكن تعمله عملية كبيرة جدا كانت بتجرى في السابق والمريض يقعد أسبوع، الآن يخرج في نفس اليوم. ليه؟ لأنه الجرح بقى صغير. التدخل بالمنظار وبالمونيتورز وبأجهزة المتابعة عن طريق المنظار وتشوف العملية في جهاز مونيتور بتديك إنك تقدر تجري العملية في مساحة صغيرة جدا والمريض يتعافى ويخرج في نفس اليوم، لا يحتاج يركض ساعات كثيرة في المستشفى. التطور في مجال الأدوية، حصل طفرة كبيرة جدا في الأدوية، إنه في علاج كثير جدا يتم عن طريق الأدوية. جراحة إذا أخذنا جراحة المخ وجراحة السلسلة الفقرية، الآن دبي تتميز في هذه الجراحات بصورة كبيرة لأنها استجلبت أحسن أجهزة. يعني إذا قارنا بين دول كبيرة جدا في أوروبا ودبي، هنلقى دبي متقدمة لأنها كانت سباقة، كانت متحركة إنها تستجلب أحدث جهاز يكون ظهر في مجال معين من تخصص معين قبل الدول الكبيرة. النهاردة دبي تتقدم على دول أوروبية كبيرة جدا جدا لأنها استجلبت كوادر متفوقة، استجلبت أجهزة متطورة، استعانت ببنية تحتية مريحة جدا للطبيب أو للمريض أو للزائر، وهذه كلها ساعدت. يعني هي مش عامل واحد، عدة عوامل متكاملة مع بعض في وقت مناسب، وكل ده كان بتشجيع من الدولة. بخبرة تتجاوز 35 عاما بين السودان وباقي دول العالم، واليوم 7 سنوات داخل دولة الإمارات، فكرة بعث مشروع استثماري في المجال الطبي كيف كانت؟ نحن بدأنا المركز كمركز تشخيصي في أجهزة الأشعة اللي هي الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية والأشعة العادية، وأجهزة سرطان الثدي، وأجهزة هشاشة العظام والموجات الصوتية، زائدا عيادات تخصصية في أطباء متميزين من أمريكا من إنجلترا في تخصصات الجراحة العامة، تخصصات الانترنال ميديسن أو الباطنة، وتخصصات الأطفال، العظام، الطب البديل، وعندنا أخصائيين القلب، وأيضا عندنا أجهزة لتشخيص أمراض القلب بدون تدخل. يعني تشخيص القلب يتم عن طريقتين، بتدخل اللي هو عن طريق القسطرة، وبدون التدخل هو عن طريق الموجات الصوتية أو الأجهزة التي تكشف ضربات القلب بدون تدخل. واستطعنا نوفر أطباء متميزين داخل المركز. في مجال الأشعة أيضا استجلبنا أطباء متخصصين في التقارير الطبية وتشخيص الأمراض، وكانوا خبرات كبيرة جدا من دولة السودان ومن دولة مصر ومن دولة ومن الهند، فهم كانوا متميزين في تقاريرهم. وواحدة من الحاجات اللي ميزتنا وسط المراكز التشخيصية الأخرى الجودة، كنا دائما نسعى إنه ندي جودة عالية.
عشان كده كنا بنتلقى مرضى من 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 أطباء آخرين في عيادات أخرى وفي مستشفيات أخرى، نسبة لأن جودتنا كانت عالية، المستوى بتاع الأجهزة كان عالي، لأنه استجبنا أحدث أجهزة في هذا الوقت من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، والحمد لله قدرنا نعطي نتائج كويسة وكانت المنافسة قوية. اليوم دكتور لكل منا مفهوم خاص عن مصطلح نجاح، ومن خلال خبرة حضرتك أكيد لك بعض اللمسات المختلفة، كيف ترى النجاح دكتور أحمد؟ النجاح هو تراكمي، نتيجة خبرات، نتيجة احتكاك، لكن هذا النجاح أنا بعزيه لوجود البنية التحتية، وجود الانفايرمنت أو وجود الجو. بدون مساعدة الجو العام في المدينة، بدون مساعدة الإجراءات الحكومية والإجراءات من كل النواحي الطبية وغير الطبية، ما كان حيكون في نجاح. فأنا بعزي هذا النجاح لوجود مدينة دبي. اليوم ضيفي يعتبر كفاءة طبية عربية، ضيفي هو نموذج كثير من الشباب المقبلين على الحياة العملية في المجال الطبي، فرسالة تشجيعية وتحفيزية من حضرتك دكتور أحمد إلى جميع الشباب المقبلين على الحياة العملية. أنا بنصح الشباب أنهم يتحركوا وما ينتظروا، يبادروا المبادرة والإقدام والمغامرة. لابد من الشباب أن يتحركوا، الفرص موجودة وكثيرة جدا جدا، محتاجة منهم أن يكونوا مقدامين متحفزين لخطوات متقدمة، لأنه الآن لو رجعنا للتطور الرقمي المعلومة بقت سهلة جدا، بقت متوفرة، الشباب عندهم طاقة كبيرة جدا، ودولة الأمارات بتوفر أشياء كثيرة جدا للشباب بأنه يجدوا منافذ يتحركوا من خلالها ويبدعوا وينتجوا، لأنه دبي فيها فرص كبيرة جدا، والأمارات عامة فيها فرص للشباب إنه يبذلوا طاقاتهم حتى يستفيدوا من كل هذه الموارد وكل هذه الأفكار والإبداع، وما ينتظروا الدولة، يتحركوا لوحدهم، والدولة أنا شايف يعني موفر أشياء كثيرة جدا لهم، والفرصة للشباب لأنه هم المستقبل وهم اللي حيقودوا الدولة وحيقودوا الشعب للأمام. وأنا بفتكر إنه الشباب مفروض يتحركوا خطوات أكثر حتى يوفروا لنفسهم فرص عمل أكثر. ما من قصص نجاح كتبت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا وكانت باهرة ومتميزة. اليوم من خلال حضرتك أيضا لك المساحة لتقديم رسالة إلى قادة شيوخ هذا البلد القائمين على أمن وأمان دولة الإمارات. أنا حقيقة يعني بشكر شيوخ الإمارات لأنهم ابتكروا وأبدعوا ووفروا بيئة حاضنة لنا، لأنه نفرز خبراتنا ودراستنا، وهذا كان نتاج طويل جدا من دولة الأمارات وشيوخ الأمارات، كان نتاج أفكار ومستشارين وإبداع. نحن بنشكرهم كثير جدا جدا لأنه وجدنا بيئة حاضنة مريحة، وأدتنا فرصة كبيرة إنه نستطيع أن نوفر كل أو نطلع كل خبراتنا وكل حياتنا في بيئة ممتازة ومريحة وسهلة. ونشكر كل القائمين على العمل الطبي في هيئة الصحة دبي، لأنه برضو هم زي ما أنا ذكرت رفعوا مستوى الخدمة الطبية بدرجة عالية في الجودة، وده كان ديدنهم وده كان فكرهم إنه تكون الكواليتي أو الجودة عالية، ومراقبتهم لهذه المراكز والمستشفيات كان بطريقة علمية واستقلاب أحدث الطرق لمراقبة الخدمة ومتابعتها. وبنشكر القائمين على هيئة دبي، بنشكر المدينة الطبية والقائمين على المدينة الطبية. المدينة الطبية نموذج متفرد ووفرت لكل الأطباء الحاضرين من خارج الأمارات إنه يوفر خبراتهم بإمكانياتهم
في بيئة مريحة بدون أي قيود، وكل البنية التحتية كانت ممتازة، وكانت حتى من المشرفين علينا نحن هنا كانوا يد مساعدة لنا، وفي أي وقت كنا بنلجأ لهم في أي شيء كانوا بيساعدونا، وكانوا بيقدموا لنا كل الخدمات والتسهيلات دائما بدون معاناة. دكتور أحمد، طبعا سعداء جدا بتواجد حضرتك معنا، كل الشكر والتقدير وتمنيات بمزيد من النجاحات. شكرا لكم وشكرا لزيارتكم، ونتمنى للأمارات، دولة الأمارات، النجاح والتطور والإبداع والتقدم، ونتمنى لمدينة دبي الازدهار بقيادتها وبأفكارهم الرشيدة وإبداعهم وابتكارهم، وبكل القائمين على العمل الطبي، ونتمنى التوفيق والنجاح لكل الناس، ولا إن شاء الله تقدم والازدهار للأمام إن شاء الله. شكرا دكتور. إذا مشاهدينا الكرام، قصة نجاح اليوم تأتينا بإمضاء الدكتور أحمد عبد الوهاب جلال الدين، المدير التنفيذي لمركز عيادة الأطباء التشخيصي. ولا زالت قصص النجاح داخل دولة الإمارات العربية المتحدة متواصلة، ولا زال البرنامج في استضافة أبرزها. تابعونا الأسبوع القادم، دمتم بأمان الله.